فعلا الكره في مصر والرياضه في مصر مش هتقوى ولا هتنطلق لمستويات افضل الا لما الكل يكون في افضل حالاته، مش في تصنيع الشماعات ولكن في تحقيق البطولات. الحاوي، حاوي الزمالك الكبير كابتن حماد عبد اللطيف، وده واحد من المهره الكبار في الكره المصريه. الراجل له وجهه نظر في ظروف الزمالك، وان الناس ما تفضلش دايما وابدا تتهم الاهلي او التحكيم. نسمع كابتن حماد عبد اللطيف. انت ما بتبقى كويس اوكي بتاخد بطولات، بس في وقت من الاوقات انت ما بتكونش كويس فما بتاخدش بطولات. احنا ده يعني المشكله عندنا، ممكن الناس تزعل مني من كلامي ده، دايما بنرمي همنا على التحكيم طول عمرنا. لا، في اتظلمنا بس ما اتظلمناش مثلا مش 20 طبعا. 30 سنه. خلينا نتكلم طبعا عشان الناس تبقى الواحد يبقى منطقي في الكلام، وده نقاش. لا اتفق مع حضرتك تماما. يعني مثلا في وقت من الاوقات مثلا الجيل اللي هو بتاع مثلا ابو تريكه وبركات ومتعب والناس دي كانوا هم احسن من نادي الزمالك. نادي الزمالك ما كانش عنده موارد ماليه فما كانش بيشتري لعيبه، فكان الطبيعي. بس يعني ليه بقى كان احسن؟ انا حضرت فتره من الفترات دي، يعني جزء من الفترات دي انا حضرت. بنكمل. انا بقول لحضرتك ليه. لا معلش يا كابتن حضرتك، بس خطوه هنا معلش، وحضرتك كمل براحتك. اتفضل. في اللحظات دي 2004 كنت نادي الزمالك بطل الدوري بعد ثلاث دوري تقريبا ورا بعض في 4 سنين. ماشي. 2004 ماشي. 2005 انت سادس الدوري. هو بص يا ابو العيال، هو مين اللي بيصدر المشاكل لنادي الزمالك؟ هم من داخل نادي الزمالك، من ابناء نادي الزمالك. خلينا نتكلم بصراحه، مش عايزين نتكلم اللي احنا ايه في قناه الزمالك فلازم هنتكلم كده. لا، احنا ابناء من نادي الزمالك، سواء في الادارات، سواء في مجالس الاداره، رؤساء انديه، لعيبه قديمه، هي اللي بتصدر مشاكل لنادي الزمالك. ليه انت ما بتكون كويس زي ما انت قلت مثلا من 2001 ل 2003 واخد 3 بطولات. ده دوري بس، مش 3 بطولات، دوري. ده دوري بس، ما دوري يعني انا فاهم. ودي حاجه كتير قوي. حد وقف ضدك؟ بس مش معقوله مثلا انت في 20 سنه اتظلمت ال 20 سنه عشان كده ما خدتش دوري. لا انت في وقت كنت كويس يا كابتن فكنت بتاخد، وفي وقت ما كنتش كويس ما كنتش بتاخد. كابتن حماده، احنا ماتش ترجي الاخير يا كابتن لما كنا وحشين قلنا دي اسوأ يوم لفريق الزمالك لو نفتكر الماتش ترجي اللي كان هنا في القاهره. فدايما ابحث على الاسباب، الاسباب دايما بتكون من الداخل، بس مش كل سنه دايما بنصدر دايما ايه التحكيم السبب، التحكيم السبب. ما انت بتدي شماعه حتى للعيبه اللي هي ما تاديش. طبعا كلام الكابتن حماد عبد اللطيف واضح، مش معقول يا جماعة ان احنا نعلق عدم تحقيق البطولات على شماعات التحكيم والدولة.